الوقت الذي قررت به السياسة الصهيونية في البلاد شط حق العودة من سجل حقوقنا نحن الفلسطينيون أصحاب الأرض، يزداد الحنين والتشبث بكل ذرة تراب من هذا الوطن المسلوب منا قهرا، لنكحل عيوننا ونبرد بعض الشوق الذي يعترينا. في كل لحظة نمر به من أمام إحدى بلداتنا الفلسطينية المهجرة، رغم أنها لا تبتعد عن عيوننا أكثر من رمية حجر، لنصبح لاجئين في بلادنا. من هنا بدأت حكاية الدامون مع أهلها كباقي البلدات الفلسطينية المهجرة منذ أن اغتصبتها العصابات الصهيونية وطردت قاطنيها وسوت البيوت والكنائس والمدارس وكل المعالم بالأرض عام 48 المعروف بيوم النكبة الفلسطينية. قبل 16 من شهر تموز من هذا العام كانت الدامون بلدة عامرة بسكانها وبيوتها، جامعها، كنيستها ومدارسها، عينها وكل آبارها، حيث بلغ عدد سكان الدامون في العام ذاته ما يقارب 1520 نسمة يسكنون في 300 بيت عامر، إلى أن دخلتها هذه العصابات الصهيونية ودمرتها كليا، ولم تبقي شيئا على حاله سوى المقبرة التي لم تسلم أيضا من عبثهم بها ونبش قبور الصامتين فيها، والعين التي تنتظر عودة شريان المياه إلى سبيلها. كنت كيفما تجولت عيوني في أراضي الدامون أرى أشجار الصغير تحتري البيوت والمغاورة والآبار المدمرة، ومع كل شجرة صبير أمر من أمامها أقرأ حكاية صبر وانتظار كتبت على ألواحها، فقررت أن أجسدها وأعيد ذاكرتها عبر أهل المنتظرين للعودة يحدثوننا عن الدامون من قلب البقاء هنا من فلسطين المحتلة. ومن قلب أرض الدامون يبدأ نبض عودتنا لكتابة تاريخ جديد اسمه من قلب البقاء نعود إلى الدامون. يا دار يا دار يا دار يا دار